من التيار وفيها نقرأ مناع يكشف للتيار معلومات خطيرة، حيث كشفت اللجنة العليا لإزالة الفساد ومحاربة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال عن حصولها على ملفات متعلقة بشركات حاضنة للأمن الشعبي الذي أنشأه حزب المؤتمر الوطني المحلول. وقالت اللجنة إن الشركة تعمل في مجالات كثيرة وصفتها بالحيوية الكبرى. وقال عضو اللجنة العليا لإزالة التمكين صلاح مناع في تصريح خاص للتيار أمس الأربعاء إن هذه الشركة قد يطالها قانون الإرهاب لأنها تستخدم أموالها ومقارها لتمويل عمل إرهابي ضد الدولة والمواطنين. وذكر أن موظفي ومنسوبي الشركة كانوا على رأس الأمن الشعبي إبان احتجاجات العام 2013، وأضاف هم الآن يسيرون في نفس الخط ويعدون أنفسهم بعقد الاجتماعات في مقار الشركة للقيام بعمل مضاد ضد الثورة. ما هو التقييم لك أستاذ طاهر لهذه المعلومات التي يجب أن توصف بأنها خطيرة؟ خطيرة جدا، أدلى بها عضو لجنة إزالة التمكين. معلومات خطيرة جدا جدا، وبرضو هو مهد بأنه سيطرح هذه المعلومات. بفتكر أنه ما في زمن عشان يتداول الأمر في الإعلام بقدر ما أنه الجهات المعنية في السلطات النظامية، القوات النظامية تتخذ إجراء بسرعة بتوقيف كل من يعمل ضد الثورة، بتوقيف كل فاسد. ما بفتكر أنه مفروض صلاح مناع يخاطبنا في الصحافة وفي الإعلام. طيب اتعملت ليه لجنة التمكين؟ اشتغل من جواها وأعمل. ما قادر تشتغل قدم استقالتك، قول ما قادر أشتغل، ما مخلي الناس أشتغل، زي ما قال التجمع الاتحادي يعني. لكن ما ممكن سيد صلاح يشتغل على الإعلام ومن جوا تارك الأمر، يعني ده أمر خطير اللي بيتكلم عنه. لو صح وتأكد وأثبت، مفروض نحن وقاعدين في الحلقة دي يكون تم القبض على المجموعة اللي بيتكلم يعني عنها. يعني برأيك أستاذ طاهر، يعني هذه المعلومات التي قيلت لمناع، بالتأكيد هنالك جهات مخابراتية هي التي تساهم أيضا مع لجنة إزالة التمكين في مدها بالمعلومات، هذا يعني أن مجلس السيادة يعلم؟ هذا يعني أن حمدوكي يعلم؟ يعني أن البرهان يعلم؟ يعني أن حميتي يعلم؟ الآن لماذا ليس هنالك تحرك؟ هذا هو السؤال. أنا بفتكر مش ما في تحرك. لجنة تفكيك التمكين تعرضت الأسبوع الماضي لبعض الهزات، الرأي العام كان متابع لها، المخابرات نفسها عضو في لجنة تفكيك التمكين، الشرطة عضو، الجيش عضو، كل الأجهزة الأمنية. بيان التجمع الاتحادي صدر الأسبوع الماضي اتهم صراحة مجموعات في السيادة ومجموعات في مجلس الوزراء إنهم ما قادرين، وأن هنالك مساومة تتم مع النظام السابق. أنا بفتكر إنه ملف لجنة التمكين يجب أن يفتح، يجب أن تتواضع الحرية والتغيير ومجلس الوزراء ومجلس السيادة في إنه لجنة تفكيك التمكين دي واحدة من مطلوبات الوثيقة الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، يبقى دعمها والذهاب بها إلى الأمام مهم جدا جدا، يعني لا تغل عن لجنة تغصي الحقائق في مجزرة فضل الاعتصام. دي الحاجتين الاثنين وردوا في الوثيقة الدستورية، الدستور اللي بنستند عليه وتستند عليه الدولة السودانية. بالتالي لازم الاجتماع الثلاثي، وافتكر في اجتماع ثلاثي سيعقد، كان مفروض يعقد اليوم لكن تم تأجيله بسبب وفاة السيد وزير الدفاع عليه رحمة الله. الاجتماع ده من ضمن أجندته حيكون دعم لجنة تفكيك التمكين. طيب لماذا يحجم حتى هذه اللحظة أستاذ طاهر قيادات هذه اللجنة، لجنة إزالة التمكين، عن الإفصاح عن الأسماء التي تعيق وتعرقل عمل هذه اللجنة التي تعمل بروح الثورة، حتى يعلم الشعب ما هي المعوقات، ما هي العثرات، ما هي المتاريس؟ نعم، يعني بفتكر أنه من المبكر جدا أنه يدخل في صراع مفتوح في أطر تنظيمية، في مؤسسات دولة، في آليات يحسم داخل بها التباين في الرؤى. لما يحصل تباين في الرؤى ما بنلغي الاتهامات جزافا ونطلع ونحشد الشارع، لا، بنقعد جوا. نحن عندنا وثيقة متفق عليها، الوثيقة دي نصت على 1 2 3، لو ما حننفذها نعلن انه ما حننفذها ونطلع نقدم استقالاتنا بس. طيب نختم بتساؤل مهم جدا يتعلق بملابسات هذه الاستقالات، استقالة مناع، استقالة ستيفن،
استقالة مريم الصادق، يعني طبيعة الاستقالات التي حدثت خلال الأيام الماضية وردول أيضا. أنت اليوم في عمودك الراتب من على الشرفة في السودان الدولية تناولت هذا الموضوع بإذهاب، لو لخصت لنا في دقيقة ونصف ما هي الأجواء التي صاحبت هذه الاستقالات وما هو المرج وما هي الدلالات؟ أنا بفتكر أجهزة الاستشعار عن بعد في حكومة دكتور حمدوك معطلة. لما يطلع وزير الدولة بالعمل ويتحدث عن أنه لم تسند له أي ملفات منذ أداء الغصم، دي مسألة بتخلي وين الحكومة، وين الاستراتيجية، وين التكليف، وين المطلوب. بعد عدة أسابيع يعلن استغالته على الملأ. الاستغالة دفع بها يوم 19 مارس ونحن الآن يوم 26 مارس، لم يصدر بيان رسمي من الحكومة أو من الوزيرة المعنية، لأن الشيخ إنها قبلت والتجاهل ده نفسه مشكلة. استقالة مناع؟ مناع لم يدفع باستغالته، رايت في الأسافير إنه ستتم إغالته لكن لم يدفع باستغالته. مريم الصادق بفتكر إنه الآلية ولدت ميتة، الآلية نفسها بعد أن سحب منها حميدتي وتم إيكالة لرئيس الوزراء. طيب ما رئيس الوزراء عنده وزير المالية وعنده آليات وشغال بها، حيكون محتاج لآلية له. فرسالة ما دكتورة مريم كانت واضحة استغالتها إنه الآلية دي ميتة أصلا. ماذا عن أردول؟ أردول استبعد من منصبه لخلافات بينه وبين المدير بتاع الشركة، عين كمستشار رفض منصب المستشار، إسفيريا لم يكتب استغالة، لاحقا تم إبعاد مدير الشركة الذي على خلاف معه. ده كله بخلينا نقول إنه أجهزة الاستشعار عن بعد بتشوف التباينات وممكن تتحلى كيف قبال ما الناس تصل الحاجة. الآن ده ناقص خطر للحكومة.